بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم مجددا في خدمة دروس، وأقدم لكم درسا للصف الثالث الثانوي النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء، وموضوع الدرس هو ثابت التعين للماء. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر علي. سنتعلم اليوم كيف تشرح معنى pH، pH وال pOH. ثانيا، أن تربط بين pH وال pOH وثابت تأين الماء. ثالثا، أن تحسب قيمة pH وال pOH للمحاليل المائية. ماذا يحدث عندما يلعب الطفلين في لعبة السيسو؟ طبعا هذه اللعبة تعتمد على أن أحد الطفلين يعاكس اتجاه الآخر، يعني لو واحد ضغط إلى الأسفل الآخر يصعد إلى الأعلى، لو أحد نزل الآخر يرتفع، يعني العمل بالعكس، العمل بالعكس. ثابت التأيل للماء KW، أخذنا عدة ثوابت مرت علينا نقولها الآن كمراجعة. K هذا ثابت التأيل لأي تفاعل منعكس. KSB ثابت حاصل الذائبية. KA ثابت التأيل للحمض الضعيف. KB ثابت التأيل للقاعدة الضعيفة. أما ثابت تأيل الماء فهو KW، يعني K ثابت، W water. فثابت تأيل الماء عندما يتأين الماء ذاتيا مع نفسه، يعني عندما يكون عند جزيئين ماء، فأحدهما سيسلك سلوك الحمض والآخر سيسلك سلوك القاعدة، أي أن أحدهما سيفقد البروتون ليكتسبه الجزيء الآخر. المكتسب اللي هو H2O، هذا المكتسب سيصبح H3O موجب لأنه اكتسب هيدروجين وشحنة موجبة، والآخر فقد هيدروجين وشحنة موجبة فيصبح متبقي منه OH. طبعا هذا حالة سائلة وهذا حالة سائلة، ولو كتبنا الثابت فلن تدخل. إذن KW سيساوي من المعادلة الآن H2O مع H2O في الحالة السائلة تعطيني H موجب مع OH موجب. نعرف أن الثابت وهنا راح نسميه KW سيكون تراكيز المواد الناتجة كل منها مرفوع الاس يساوي معامله على تركيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع الاس يساوي معامله. طبعا لن يكتب ال H2O لأنه في الحالة السائلة، إذا سيصبح ثابت التأيل الماء حاصل ضرب تركيز أيون هيدروجين في حاصل ضرب تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيد. KW يساوي تركيز أيون هيدروجين في تركيز أيون هيدروكسيد، والماء لن يكتب كمقام لأنه ثابت، لأنه عبارة عن مادة سائلة فتركيزه ثابت، ولهذا يصبح KW لتأين الماء يصبح تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيد. لا ننسى هذا القانون الآن اللي هو KW للماء يساوي تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيد. ماذا بين التجارب عن تركيز الهيدروجين وتركيز الهيدروكسيد في حالة إذا كان الماء نقيا وعند 298؟ بينت التجارب أن كلا التركيزين متساوي، كلاهما متساوي، يعني تركيز الهيدروكسيد يساوي تركيز الهيدروجين أيون الهيدروجين، وكلاهما يساوي قيمته 1 × 10^10. والكي دبليو قلنا قبل قليل أن تساوي تركيز الهيدروكسيد مضروبا في تركيز الهيدروجين، فلما نضرب هذا الرقم في هذا الرقم في الضرب نجمع الأسس فتصبح القيمة للكي دبليو نعم 1 × 10^14. إذا قيمة كي دبليو عند 298 كالفن تساوي 1 × 10^14. إذا القانون المستخدم الآن، القانون المستخدم سيقول أنه الكي دبليو أو 1 × 10^14 تساوي
تركيز الهيدروجين مضروبا في تركيز الهيدروكسيد، هذا على افتراض، على افتراض ان الماء نقي ودرجه الحراره 298 كلفن، سيكون تركيز الهيدروجين مضروبا في تركيز الهيدروكسيد يساوي دائما 1 في 10 اس ناقص 14. هذا القانون، هذا هو القانون المستخدم، وهذا القانون سنستخدمه مرتين، مره الهيدروكسيد والهيدروجين ومره لشيء اخر سنقوله بعد قليل. مبدا لشاتلي والكي دبليو ثابت التأيل للماء ومبدا لشاتلي، نقول القانون يقول انه تركيز الهيدروجين، تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد دائما يساوي 1 في 10 اس ناقص 14. وقلنا ماذا سيحدث اذا تغير تركيز ايونات الهيدروجين زياده او نقصا؟ ماذا سيحصل لتركيز ايونات الهيدروكسيد؟ ستتاثر بعكسها كلعبه السيسو، يعني لو زاد تركيز الهيدروجين لابد ان ينقص تركيز الهيدروكسيد، ولو نقص تركيز الهيدروجين لابد ان يزداد تركيز الهيدروكسيد، لتبقى قيمه الكي دبليو ثابته 1 في 10 اس ناقص 14، اي واحد منهم يزيد الاخر لابد ان ينقص. ولا ننسى هذا القانون مره اخرى، كي دبليو يساوي تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيد ويساوي 1 في 10 اس ناقص 14. تدريب: احسب قيمة OH باستعمال KW إذا كان تركيز أيون الهيدروجين عند 298 كلفن. الشروط تحققت؟ نعم تحققت. هو 1 في 10 أس سالب 5، هذا تركيز أيون الهيدروجين. فما تركيز أيون الهيدروكسيد في القهوة؟ وهل تعد القهوة حمضية أم قاعدية أم متعادلة؟ طبعا المعطيات: تركيز أيون الهيدروجين معروف 1 في 10 أس ناقص 4، 1 في 10 أس ناقص 5، والKW معطى 1 في 10 اس ناقص 14، والمجهول هو تركيز ايون الهيدروكسيد كما نلاحظ الان. هذا ايون الهيدروكسيد، الايون الهيدروجين 1 في 10 اس سالب 5، وايون الهيدروكسيد هو المجهول، والكي دبليو معروف 1 في 10 اس ناقص 14، والمطلوب نوع وسط القهوه وقيمه الاو اتش. طبعا نطبق نفس القانون، كي دبليو يساوي تركيز الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد ويساوي 1 في 10 اس ناقص 14. طبعا سنتجاهل كي دبليو الان وناخذ القانون على انه 1 في 10 اس ناقص 14 يساوي تركيز الهيدروجين في ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد. طيب عندما يكون الاو اتش هو المجهول، فسننقل الاتش موجب الجهه الاخرى، وبدل ما يكون مضروب يصبح مقسوم. اذا تركيز ايون الهيدروكسيد يساوي كي دبليو على تركيز ايون الهيدروجين، عوض بالرقم عن كي دبليو 1 في 10 اس ناقص 14، وعوض عن قيمه ايون الهيدروجين اللي هي 1 في 10 اس ناقص 5، تصبح قيمه تركيز ايون الهيدروجين طبعا نرفع الواحد في 10 أس سالب 5 إلى أعلى فتصبح بالموجب، فتصبح القيمة 1 في 10 أس ناقص 9 مول لكل لتر. طيب حتى تعرف هل الوسط حامضي أم قاعدي، لو كان الـ OH أكبر من الـ H قاعدي، ولو كان الـ H أكبر من الـ OH حامضي. طب من الأكبر؟ الهيدروكسيد 1 في 10 أس سالب 9، والهيدروجين 1 في 10 أس ناقص 5. إذا الهيدروجين أكبر، إذا الوسط حامضي، إذا الوسط حامضي. نعم، لماذا؟ لأن تركيز أيون الهيدروجين أكبر من تركيز أيون الهيدروكسيد، ولذلك بعض الناس يمتنع عن شرب القهوة لأنه مصاب بحموضة في المعدة، وهذا صحيح لأنها تزيد من الحموضة، لأنها تزيد من الحموضة، القهوة تزيد من الحموضة. تدريب 2: احسب قيمة OH باستعمال KW إذا كان تركيز أيون الهيدروجين عند 298 كلفن هو 1 في 10 أس ناقص 13، فما تركيز أيون الهيدروكسيد في المحلول المائي؟ وهل يعد حمضي أم قاعدي؟ طبعا المعطيات KW، لأن عند 298 خلاص معروف 1 في 10 أس ناقص 14. أيضا معطى تركيز أيون الهيدروجين، نعم 1 في 10 أس ناقص 13، والمطلوب حساب تركيز أيون الهيدروكسيد ومعرفة نوع الوسط، هل هو حامضي أم قاعدي أم متعادل. هذه هي المعطيات: تركيز أيون الهيدروجين 1 في 10 أس ناقص 13، تركيز أيون الهيدروكسيد مجهول، والكي دبليو 1 في 10 أس ناقص 14. طبعا نطبق نفس القانون، كي دبليو
يساوي تركيز أيون الهيدروجين في تركيز أيون الهيدروكسيد، ويساوي 1 × 10^14. هذا هو القانون. إذن تركيز أيون الهيدروكسيد يساوي نعم كي دبليو على تركيز أيون الهيدروجين. نعوض بالأرقام، تركيز الكي دبليو قيمته 1 × 10^14، وأيون الهيدروجين قيمته 1 × 10^13. نحسبها طبعا، لما نطلع 10^13 الأعلى تصبح بالموجب، فيصبح الجواب تركيز الهيدروكسيد يساوي 1 × 10^1 مول لكل لتر. طبعا لما تقارن 1 × 10^1 اللي هو هيدروكسيد، هي قيمة أيون هيدروكسيد مع تركيز أيون هيدروجين لواحد في 10^13، ستجد أن الـ OH أكبر تركيزا، إذن الوسط قاعدي. نعم، إذن المحلول قاعدي لأن تركيز الـ OH سالب أكبر من تركيز أيون الهيدروجين، 1 × 10^1 أكبر من 1 × 10^13. الرقم الهيدروجيني pH. طبعا لاحظتوا في الأرقام اللي تعاملنا معها قبل قليل للهيدروجين، 1 × 10^13، 1 × 10^14، أرقام صغيرة جدا. فحاول الكيميائيون تبسيط هذه الأرقام وتحويلها إلى أرقام كبيرة يسهل التعامل معها، فأوجدوا ما يسمى بالرقم الهيدروجيني pH. الرقم الهيدروجيني pH يمثل تركيز أيون هيدروجين، وقيمة الـ pH لمحلول ما تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون هيدروجين. pH يساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون هيدروجين. إذن الـ pH المفهوم له أنه تعبير مبسط أو يبسط قيمة أيون تركيز أيون هيدروجين، يعني حتى نحول من أرقام صغيرة إلى أرقام كبيرة نأخذ اللوغاريتم السالب لأيون هيدروجين، يتحول من أرقام ذات أسس صغيرة سالب إلى أرقام كبيرة اللي هي 1 و2. ولذلك لما نقول قيمة الـ pH فهي تتراوح من 0 إلى 14، بدل ما كانت سالب 1 سالب 2 10 والسالب 1 10 والسالب 2. فإذا نقول إنه الـ pH باختصار هو تعبير مبسط عن قيمة أيون الهيدروجين، تعبير مبسط عن قيمة أيون الهيدروجين، وقيمته تحسب بالطريقة التالية: أن الـ pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. طبعا هذه بعض الأرقام للـ pH، الرقم الهيدروجيني الـ pH. طبعا 0 1 2 3، فمثلا تلاحظون الطماطم مثلا الـ pH لها عند أربعة ونص، وبالتالي وسطها حمضي ممكن تسبب حموضة، وكذلك الليمون ممكن يسبب حموضة، لأنه اللي باللون الأحمر حامضي واللي باللون الأزرق قاعدي. حتى يعني البي اتش لا تعطي فقط قيمة للحمض، لا، هي تعطي قيمة للحمض لكنها ممكن تكون في وسط قاعدي. مثلا لما نقول بي اتش تساوي 14، نعرف ان هذا الوسط وسط قاعدي وان كان الرقم البي اتش. وهذه مشكلة يعاني منها الطلاب والطالبات، انه لما يشوف الرقم الهيدروجيني بي اتش يعتقد انه دائما للحمض، لا، هي قيمة تبين نوع الوسط. فمثلا لما تكون قيمته من 0 إلى 7 فالوسط حامضي، عند 7 الوسط متعادل، بعد 7 ستكون قيمة الـ pH تشير إلى قاعدي، إلى وسط قاعدي. إذا تتدرج قيمة قوة الحموضة من 0 إلى 14، وكلما كان الرقم أقل كان الوسط حامضي، كان الوسط حامضي، وكلما زاد الرقم قلت الحموضة إلى أن ننتقل إلى القاعدية. طيب هذا هو مدرج الحموضة للـ pH. لاحظ 0 1 2 3 4 5 6 7، لما نصل لـ7 يكون الوسط متعادل. طبعا قيمة الـ pH 7 وقيمة الأيون الهيدروجين 10^7، فلذلك لما أخذنا اللوغاريتم السالب للتركيز أيون الهيدروجين أصبحت 7، فأصبحت القيمة أسهل في التعامل معه. طبعا ما دام الـ pH في هذه القيم فهو الوسط حامضي، أما إذا كانت 7 فالوسط متعادل، أما إذا تحولت إلى قيم أكبر من 7 فالبيش تشير إلى وسط قاعدي، تشير إلى وسط قاعدي. ما الرقم الهيدروكسيدي الـ pOH؟ الرقم الهيدروكسيدي pOH هو قيمته لمحلول
تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد، pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. وعندما أخذنا سالب اللوغاريتم القصد منها تسهيل، فلذلك نقول أن الرقم الهيدروكسيدي هو تعبير سهل عن قيمة أيون الهيدروكسيد. لاحظ عندما نتكلم عن قيمة الـ pH فهي ستنتقل من الواحد إلى الصفر، من الصفر من الصفر إلى الـ14 أيضا مثلها مثل الـ pH، لكن بالعكس، لكن بالعكس. لاحظ هذه الـ pH الصفر أقوى قاعدية، ثم 1 2 تقل 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 حتى تصل 7 نصل الوسط المتعادل، ثم إذا كبر الرقم عن 7 أصبح الوسط حامضي، أصبح الوسط حامضي. هذه قيم الـ pH. ما العلاقة بين الـ pH والـ pOH؟ pH مضافة إلى الـ pOH تساوي 14. pH لما نضيف مع الـ pOH تساوي 14. عندما أخذنا اللوغاريتمات لها أيضا تحولت هذه العلاقة إلى هذا الرقم. يعني مجموعهم دائما يساوي 14، فلو نقص واحد لابد أن يزداد واحد حتى تصبح القيمة 14، مثل ما كانت في أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد، لازم تكون مجموعهم يساوي حاصل ضربهم، هنا مجموعهم وهناك حاصل ضربهم، لازم يساوي 1 في 10 ناقص 14. تدريب: احسب قيمة pH من تركيز الهيدروجين لمحلول متعادل عند درجة حرارة 298 كلفن. طبعا محلول متعادل كم يكون تركيز أيون الهيدروجين؟ نعم، 1 في 10 ناقص 7. ممتاز، المتعادل 1 في 10 ناقص 7. بما أن المحلول متعادل، إذن تركيز أيون الهيدروجين يساوي 1 في 10 ناقص 7، وقيمة البيش طلعها. طيب لو ما ذكر المحلول المتعادل، نستطيع حل هذه المسألة؟ طبعا لا نستطيع، لأن لا نعلم قيمة تركيز أيون الهيدروجين، لكن لأن قال متعادل، خلاص المتعادل قيمة تركيز أيون الهيدروجين 1 في 10 سالب 7. طبق القانون، الـ pH pH ماذا تساوي؟ سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين، عوض عن قيمة تركيز أيون الهيدروجين 1 في 10 سالب 7، عوضنا بها تصبح القيمة pH تساوي 7، وهذا هو المطلوب. احسب قيمة pH إذا كان تركيز أيون هيدروجين يساوي 3 في 10 سالب 2 عند درجة حرارة 298 كالفن. طبعا عند 298 كالفن خلاص، إذا قيمة أيون هيدروجين نعم تساوي 3 في 10 سالب 2، هذه المعطيات، هذه المعطيات 3 في 10 سالب 2. إذا طبق القانون، تركيز أيون pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين، ثم عوض عن قيمة تركيز أيون الهيدروجين بالرقم المعطى لك اللي هو 3 في 10 سالب 2. لاحظ تركيز أيون الهيدروجين يساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ pH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين، عوض عن قيمة تركيز أيون الهيدروجين بالمعطى في السؤال اللي هو 3 في 10 سالب 2، يصبح القيمة 1.52. ممكن تكون أرقام فيها ربع ونص، ما في إشكال، هو مدرج في هذه القيمة. طبعا لما تكون قيمة الـ pH 1.52 هنا يعني أقل من 7، إذن وسط حامضي، إذن وسط حامضي هنا. لو كانت 7 كان أقول وسط متعادل، ولو كانت أكبر من 7 أقول وسط قاعدي، رغم أنها pH. ما قيمة pH لمنظف الأمونيا إذا كان تركيز أيون هيدروجين أيون الهيدروكسيد في المنظف يساوي 4 في 10 سالب 4 عند درجة حرارة 298؟ لاحظ هذا السؤال ليس مباشر، هذا السؤال ليس مباشر. لاحظ المسؤول عن البي اتش، مسؤول أنا عن البي اتش، والمعطى أيون الهيدروكسيد، فلا بد أن آتي أولا بالبي او اتش بعدين أجيب البي اتش. فنعوض نقول نعم pOH تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين، فنأخذ سالب لوغاريتم هذا الرقم اللي هو 3.4، ثم
نقول انه البي اتش تساوي 14 ناقص بي او اتش. طبعا 14 ناقص 3 و4 من 10 يطلع الجواب الاول، الجواب الاول اللي هو 10.6. اعيد مره اخرى كيف حليناه، اعيد مره اخرى كيف حليناه. اولا حسبنا قيمه البي او اتش سالب لوغاريتم هذا الرقم طلع 3.4، ثم طرحناها من 14 حصلنا على قيمة الـ pH. طبعا ممكن نحلها بطريقة أخرى، ممكن نحلها بطريقة أخرى. هذا سؤال آخر، كم قيمة الـ pH لمنظف الأمونيا إذا كان تركيز أيول هيدروكسيد في المنظف يساوي 4.10⁻³؟ طبعا لاحظ هنا السؤال عن الـ pH والمعطى OH، التعويض مباشر، فنقول إنه الـ pH تساوي سالب لوغاريتم هذا الرقم، سالب لوغاريتم هذا الرقم. إذا آخذ سالب لوج 4.10 والسالب 3 يطلع نعم 2.4، 2.4 هذه مباشرة عكس هذيك. تركيز أيون هيدروكسيد في محلول أحد المنظفات يساوي 1.10⁻³ مولار، فما تركيز أيون هيدروجين؟ طبعا نطبق القانون اللي هو كي دبليو يساوي تركيز ايون الهيدروكسيد في تركيز ايون الهيدروجين، فالمطلوب تركيز ايون اتش موجب، اذا يساوي 1.10⁻¹⁴ تقسيم هذا الرقم، فيطلع الجواب، فيطلع الجواب نعم 1.10⁻¹١. اذا 1.10⁻¹⁴ تقسيم 1.10⁻³ ترفعها الى الاعلى تصبح، تصبح 1.10⁻¹١ النتيجة النهائية. تعلمنا اليوم ثابت تأين الماء قانونه كي دبليو يساوي تركيز أيون الهيدروجين في تركيز أيون الهيدروكسيد، وقلنا هذا يساوي 1.10⁻¹⁴. الرقم الهيدروجيني pH يساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين، والرقم الهيدروكسيدي يساوي pH يساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد، وال بي اتش زائد البي اتش تساوي 14. لاحظ هذه القوانين، هنا يساوي 1.10⁻¹ عند 298 كالفن للماء النقي، وهذه هي القوانين الأربعة التي نستخدمها في حل المسائل. أتمنى لكم الفائدة، تصبحون على خير.